بعد تأخير لساعتين من الموعد الرسمي الذي حدد داخل جدول الأعمال الذي نشر من قبل رئاسة المجلس، عقدت الجلسة بحضور ما يزيد عن ثلثي أعضاء مجلس النواب، وبالغ عدد الحاضرين إلى الآن 253 نائبا داخل المجلس، ما يعني تجاوز العدد القانوني للتصويت لأكثر من 70 نائب. بالتالي ستمضي عالية التصويت وسيمضي التصويت على الكابينة الوزارية. بعد دقائق من الآن بدأت الجلسة بالنشيد الوطني، ومن ثم توجه السيد محمد الشاع السوداني لقراءة برنامجه الحكومي، وأيضا دعا الشعب العراقي إلى مساندة هذا البرنامج لإنجاحه، وأكد على أن إنجاحه سيلقي بتأثيرات أو ستكون تأثيراته الإيجابية على الشعب العراقي بشكل عام. جميع المرشحين لتسنم الوزارات وصلوا إلى مبنى البرلمان ودخلوا الجلسة. الآن ينتهي السوداني من قراءة برنامجه أو منهاجه الحكومي، سيتم التصويت عليه بعد قليل، ومن ثم التصويت بشكل منفرد على على المرشحين الذين هم الآن داخل القاعة الكبرى. سيتم التصويت عليهم فردا مرشحا بعد قراءة اسمه على مجلس النواب، أي سيكون هنالك 21 تصويتا داخل القاعة الكبرى قبل الوصول إلى مرحلة قراءة اليمين الدستوري من قبل رئيس المجلس ووزرائه. بالتالي هنالك سير سليم في آلية عقد الجلسة والمضي أيضا بالتصويت على الوزراء. رئيس مجلس الوزراء المكلف يقرأ برنامجه، انتهى من برنامجه الوزاري بحضور كامل النواب كامل الوزراء المرشحين، وأيضا كامل العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب الذين سيصوتون على هذه الكابينة. بالتأكيد ما عدا المقاطعين منهم نواب محافظة ديالى وأشرقة كانون، امتداد عدد من المستقلين الذين أكدوا مواقفهم وأكدوا لي مواقفهم منذ الصباح حينما تحدثت لهم. قالوا بأن موقفنا ثابت منذ البداية تجاه الكابينة الوزارية وتجاه المشاركة في آلية التصويت عليها. أشرقة كانون بينت موقفها مساء اليوم من خلال مؤتمر صحفي أدلت به عن موقفها الحالي والمستقبلي من العملية النيابية. نعم، أجدد التحية بك ثانية محمد، وبسؤال آخر لو سمحت لي، والرقابة نعم. يعني هل سيتم التصويت على الوزارات كافة والمتمثلة بعشرين وزارة، أم أن التصويت سيشمل 18 وزارة على اعتبار أن هنالك حديث يدور من حولك بأن البيئة والإعمار لم يصوت عليها اليوم؟ نعم عفوا، هي بالمجمل 23 وزارة. الوزارات التي سيتم التصويت عليها هي 21 وزارة وليس 18 وزارة. نعم. والوزارتين اللتان لن يتم التصويت عليهما اليوم، وزارة البيئة ووزارة الإعمار والإسكان، وهي كلتاهما من حصص التحالف الكردستاني داخل مجلس النواب. وزارة الإعمار والإسكان الخلاف على من سيكون الوزير عليها، أما وزارة البيئة فإلى من ستذهب وإلى ومن يستحقها من الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني. الاتحاد الوطني يؤكد على أنها من استحقاق كتلته النيابية، وديمقراطي كردستاني أكد على أنها استحقاقه النيابي. بالتالي ستحل هذا الموضوع وهذا الخلاف في القريب من الأيام القادمة، وما سيتم التصويت عليه اليوم وفي جلسة هذه الساعة هي 21 وزارة قسمت على أساس النقاط في كل كتلة نيابية وإلى من ستكون، وأيضا الوزارات السيادية التي حددت من مجموع نقاط تختلف عن الوزارات الاعتيادية على أساس العدد الكامل أو عدد أعضاء مجلس النواب لكل كتلة.